هذا إن كان غضبا شديدا بحيث أنه لا يشعر ما يقول فيعفى عنه، لأن الإنسان يعفى عن كلمة الكفر في هذه الحالة، ما بالك بمثل هذا. أما إن كان يعني غضب عادي، لأن الإنسان لا يتلفظ بكلام بذيء إلا مع غضب أصلا، فإن كان غضبا عاديا فهذا لا أجر له ويخشى عليه. قد ذهب ابن حزم في المحلى أنه يرى أن كل معصية تبطل الصوم، وهذا طبعا قول شاذ، ولكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. فينبغي الإنسان أن يصون لسانه عن مثل هذا الكلام على الأقل في هذا الشهر، وإلا فينبغي على المسلم أن يصون لسانه دائما عن مثل هذه الكلمات للأسف. والأسباب الجالبة لهذه ينبغي أن يبتعد عنها، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، كررها له. فالرجل لما تفكر وجد أن الغضب هذه الصفة صفة خطيرة جدا. فمعنى لا تغضب أي لا تنفذ غضبك، أو ابتعد عن الأسباب الجالبة للغضب. نعم، لا يفسد الصوم، ولكن الأجر أين هو؟ يذهب أجره، كما مر معنا في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه. الذين يمكن أو يسمح لهم أو يجوز لهم أن يفطروا في رمضان، أولا المريض. المريض ينقسم إلى أو المرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك مرض خفيف عادي كألم في أصبع، ألم ضرس مثلا، هذا لا يجوز معه الفطر. ومرض يضر كمرض السكري أو الكلى أو القلب أو غير ذلك من الأمراض الخطيرة المزمنة، فهذا لا ينبغي له أن يصوم. إن نصحه الطبيب ينبغي له أن يفطر. ماذا عليه؟ عليه الفدية، يطعم عن كل يوم مسكينة. أما الثاني الذي مرض وشق عليه المرض فهذا يكره له الصوم، لكن إن صام صومه صحيح، وإن أفطر فعليه القضاء، عليه القضاء. أما صاحب المرض المزمن فعليه الفدية. الثاني الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء يحرم عليهم الصوم أصلا. الثالث الشيخ الكبير والمرأة العجوز يباح لهم الفطر إن لم يقدر على الصوم، وعليهم الفدية كذلك، يطعمان عن كل يوم مسكينة طبعا لأنه لا قضاء، كذلك لا قضاء عليهما. كذلك الحامل والمرضع، المرأة الحامل أو المرضع إن خافت على نفسها أو على جنينها فيباح لها أن تفطر، ولكن ما الذي عليها؟ فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه عليها القضاء فقط، والقول الثاني عليها القضاء مع الفدية، وهذا مذهب مالك وغيره، مذهب مالك وغيره. والثالث أنه عليها الفدية فقط ولا قضاء عليها، وهذا صح عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر. وهذا القول الثالث لعله أظهر في حق الحامل وفي حق المرضع. كذلك المسافر، فإن صام صح صومه عند جماهير العلماء، وقد ذهب ابن حزم إلى بطلان صومه وهو قول شاذ على أي، لكن جمهور العلماء على أن صومه صحيح والأفضل له أن يفطر ويأخذ بالرخصة، لكن إن صام فصومه صحيح كذلك. إذن فهؤلاء بعض من يباح لهم الفطر، ويختلف يعني الأمر في حقهم بين القضاء أو الفدية أو غير ذلك. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.